وفي الحقيقة هذه مبادرة مهمة جدا وتعبر عن روح الأخوة والتضامن. فمن هذا المنطلق كانت المبادرة الملكية السامية لربط هذه الدول بالمحيط الأطلسي من خلال الموانئ المغربية خاصة في الأقاليم الجنوبية المملكة. بحال اللي كنذكروا جميعا كانت مبادرة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كانت في خطاب 6 نوفمبر من هذه السنة بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء، واللي أكد فيه جلالة الملك على أن إطلاق جلالة الملك لمبادرة دولية لتمكين دول الساحل منطقة الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي. المبادرة الملكية السامية كتجي امتداد العناية خاصة واهتمام خاص لجلالة الملك محمد السادس بمنطقة الساحل. بحال اللي قلت في 2000 سنة 2000 جلالة الملك من القرارات الأولى اللي خدها هي تمكين دول الساحل من إيصال بضائعها إلى المغرب بدون جمرك، و يعني عدم وإلغاء كل الديون اللي كانت ديال داك الدول. جلالة الملك قام بمجموعة من الزيارات للدول الساحل الشقيقة. اليوم عندنا تقريبا 2000 من الطلبة ديال دول الساحل اللي هما في المعاهد المغربية، وعندنا مبادرة من جلالة الملك 1500 إمام من دول الساحل اللي تكونوا في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. فاهتمام جلالة الملك بهذه المنطقة كان دائم، والمقاربة الملكية لمعالجة قضايا منطقة الساحل دائما مبنية على مجموعة الأسس، أهمها ثلاثة. الأساس الأول هو أن دول الساحل ماشي مشكل، ماشي عبء على المجتمع الدولي. دول الساحل هي فرصة، دول الساحل هي فرصة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا وعلى المستوى العالمي. دول الساحل كان عندها دائما دور تاريخي إيجابي، ما خصناش نحولوها اليوم لواحد البعبع، لواحد اللي كنخوفوا به. دول الساحل المشكل في المقاربة لها، المشكل ماشي في دول الساحل نفسها. وفي هذه المقاربة، وهذه هي العنصر الثاني، القضايا أو المقاربة العسكرية الأمنية لمشاكل دول الساحل مهمة ولكنها غير كافية. المقاربة التنموية هي المقاربة اللي ممكن تخلينا نعالجوا المشاكل الحقيقية لدول الساحل، وهذه المقاربة التنموية هي اللي كانت دائما وراء كل تحركات جلالة الملك محمد السادس، سواء على المستوى الثنائي مع دول المكونة لهذه المنطقة مالي، تشاد، بوركينا فاسو والنيجر، أو كمجموعة. كان دائما جلالة الملك يدعو إلى تغليب منطقة التنمية أو مقاربة التنمية لمعالجة قضايا منطقة الساحل. جلالة الملك كان دائما كيعتبر بأن دول الساحل واستقرارها خص يكون نابع من إرادتها ولا أن يفرض عليها أو من الخارج. هذه الدول عندها من التاريخ، عندها من الإمكانيات، عندها من الرجال اللي يمكن أنهم هي اللي تصيغ تصورها لمستقبلها. وبأن حتى هذه المبادرة اللي طلق جلالة الملك، جلالة الملك يريد أن تكون مع هذه الدول وبمشاركة هذه الدول في بلورة عناصرها، لأن دول الساحل تعقدت عشرات ديال المؤتمرات وديال الدولية والإقليمية حول الساحل، وكانت دائما الساحل هو في جدول الأعمال. يمكن الساحل اللي تحل اللي أخذها هو المبادرة وما يكونش في جدول الأعمال، يكون هو اللي كيقرر في المصير دياله. فمن هذا المنطلق كانت المبادرة الملكية السامية لربط هذه الدول بالمحيط الأطلسي من خلال الموانئ المغربية خاصة في الأقاليم الجنوبية المملكة. وثانيا قالها جلالة الملك في خطاب 6 نوفمبر، هذا يحتاج إلى تطوير البنيات التحتية لهذه الدول وربطها بمحيطها الاقتصادي الإقليمي. نقاشاتنا كانت مهمة حول
الأهمية ديال هذه المبادرة الملكية، والبيان الختامي اللي وافقوا عليه كل المشاركين أولا كيعبر على الدعم لهذه المبادرة وعلى الشكر لجلالة الملك محمد السادس، كيأكد بأن هذه الدول منخرطة في هذه المبادرة وأنها غتشتغل لتملكها وللمساهمة في تنفيذها، وأنها غتكون هناك متابعة باش يكون اقتراحات لجلالة الملك ولإخوان رؤساء الدول حول كيفية تفعيل هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن، لأنها مبادرة من خلال السياق ديالها، من خلال البعد الاستراتيجي ديالها، من خلال المحتوى ديالها، يمكن لها تكون واحد العنصر كيغير استراتيجية المقاربة لمنطقة الساحل، بحال كيقولوا بالإنجليزية It's a game changer، غادي تغير المقاربة وغتغير الوضع في منطقة الساحل، وهذه كانت بحال كل الاقتراحات اللي دار جلالة الملك فيها هذا بعد النظر، وفيها بالأساس أنها ما تكونش إجابة لمشاكل آنية، بل تكون تقديم إجابات لمشاكل عميقة، لحلول ما تكونش الحلول السهلة، تكون الحلول الحقيقية للمشاكل الحقيقية لهذه الدول. وهذه المبادرة كتنضاف المبادرات اللي خدها جلالة الملك في إطار السياسة الإفريقية اللي قادها جلالة الملك في منذ توليه العرش. شكرا. جلالة الملك محمد السادس نصره الله، نود أن نشكره على هذه المبادرة الطيبة والجيدة والمهمة جدا والجد إيجابية، وفي الحقيقة هي أيضا مبادرة تستجيب إلى أهم الأمور المقلقة لسكاننا. فعندما نتحدث عن الساحل نعلم أن الساحل يحتوي ويتكون من مجموعة من الدول الأخرى، فالساحل موجود فيه أكثر من 20 دولة، إذن فهذه مبادرة مهمة جدا بالنسبة إلينا. وبالنسبة لبلد مثل مالي الذي الآن أصبح ضمن هذه المبادرة الجديدة ولأسباب متعددة، أولا منذ حقبة الراحل محمد الخامس الذي كان دائما مهتما عن طريق مجموعة مبادرات طيبة من أجل بلادنا، وأيضا أن يقوم بالاهتمام بسكاننا وأيضا بشعوبنا وخلق الفرص المواتية من أجل خلق الازدهار بيننا وبين شعوبنا. ومن هذا المنطلق نشكركم مرة ثانية، فنحن نعلم أن هنالك كثافة سكانية كبيرة جدا، وأي مبادرة أو أي اقتراح يدعم طريقة النهوض بمؤهلاتنا هو مرحب به، كما قال السيد الوزير، من أجل أن نقوم بخلق فرص جديدة وأن نقوم بتوطيد علاقاتنا وتعزيز علاقاتنا وشراكاتنا. وطبعا فيما يخص العمل الذي نقوم به، فلدينا أيضا هذه المبادرة التي نسعى من خلالها إلى إعادة تأهيل بنيتنا التحتية، وهذا ما نقوم به في إطار هذه الشراكة مع دول الساحل، وهذا يعني أن المبادرة الملكية هي مهمة جدا من أجل أن نقوم بتعزيز مبادراتنا وعلاقاتنا، وكذلك إعادة تأهيل البنيات التحتية الإقليمية كخطوة أساسية من أجل أن نقوم بخلق شبكة اتصال مع الدول الأخرى. لذلك فإن مسألة التنمية هي أحد الأهداف الأساسية، وأنا متأكد جدا أن المغرب اليوم لا يمنحنا حلولا أو يقدم لنا حلولا، ولكن اليوم نحن نجلس معا ونقوم بتثبيت شراكة واسعة من أجل أن نجد طرقا ملائمة من أجل التنمية المشتركة وتشجيل سبل جديدة وطرق جديدة وحلول جديدة من أجل التنمية المستدامة، وكذلك تغيير الواجهة الاقتصادية الإقليمية. والآن لدينا مجموعة من الشركاء في إفريقيا الذين يقومون بمنح مجموعة من الفرص الجديدة من أجل التطور والتنمية. لذلك لا يجب أن نبحث خارج إفريقيا، بل يجب أن نبحث داخل إفريقيا ونقوم بتوطيد علاقاتنا مع بعض. المسألة الأخرى المهمة وهي بالنسبة لهذه البنيات التحتية المختلفة واحتياجاتنا اللوجستية، وكذلك وسائل تسهيل السبل الاقتصادية، وأيضا تسهيل سهولة تنقل الأشخاص، وكذلك نقل البضائع، وأيضا أن نقوم بالوصول إلى منهج السلام والأمن الضروريين.
وفي الحقيقة أن نقوم أيضا بإعادة تأهيل بنيتنا، وكذلك أن نقوم بخلق الفرص الملائمة من أجل أن نساعد السكان وكذلك الشباب الذين يشكلون 70% من مجموعة سكاننا. إذا ما استطعنا الازدهار بظروفنا الاقتصادية وظروفنا الأمنية أيضا والاهتمام بمسائل الخاصة بالهجرة، يمكننا أن نخلق مبادرة جيدة وكذلك أن نخلق مجموعة من المزايا وأن نستجيب لهذه الظروف الاقتصادية التي نحتاج إلى النهوض بها، في نفس الوقت مركزين على الظروف الملائمة من السلم والأمان. بالنسبة لنا فإن الساحل يجب أن نقوم باعتباره كفرصة ملائمة وكشراكة جديدة مع دول إفريقيا متعددة، لأننا نستجيب إلى النقاط الأساسية لمالي ولسياسة الخارجية لدولتنا، أي أن كل ما نريد القيام به يجب أن يحترم السيادة المالية، أي أن كل ما نقوم به يجب أن يحترم الاختيارات الاستراتيجية لدولتنا وللدولة الشريكة، لأن لا أحد يستطيع أن يفرض على المالي أي شيء، بل نحن أصدقاء ونعمل في منحى واحد من أجل أن نقوم ب الاستجابة لاحتياجات الشعوب المالية. وأظن أن المملكة المغربية وخلال سنوات أصبح وسيصبح شريكا فاعلا وناجعا مع من نستطيع أن نعمل على مشاريع طويلة الأمد، وكما قال أخي السيد الوزير ناصر بوريطة يجب أن نعمل على أهداف طويلة الأمد، لأن الاقتصاد هو عمل كبير جدا يركز على المستقبل من أجل أن نغير الواجهة الاقتصادية إيجابيا، خصوصا وأننا خلقنا الظروف الملائمة الاقتصادية وسنخلق فرصا ملائمة ودائمة، من خلالها يمكننا أن نجذب الشركاء الخارجيين للاستثمار والعمل معنا، لأن في مجموعة من الدول هنالك مجموعة من المشاكل وأحيانا هذه المشاكل لا نجد لها حلولا، ولكن اليوم هذا يخلق نفسا متوازلا للعمل معا، لأننا لدينا مؤهلات غنية جدا وممتازة، ولدينا موارد بشرية غنية جدا، ولدينا معادن وموارد طبيعية. هذه الموارد والمؤهلات الكبيرة جدا التي يجب أن نقوم باستعمالها بأفضل الطرق الممكنة، وبعد 20 سنة سوف نعاني من مشاكل مائية كبيرة جدا، ولكن هذه البنية التحتية الجديدة ستساعدنا على النهوض ببلداننا وكذلك تجاوز هذه التحديات الكبيرة عبر الآفاق. إذن فإنني أظن أن هذه المبادرة هي مبادرة طيبة ومهمة جدا، وستمكننا من العمل مع فرقنا التقنية من أجل أن نجد الطريقة المثلى والأفضل لترجمتها إلى واقع أيضا، ونتمنى في الحقيقة أن يستطيع جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يقوم بزيارتنا وكذلك أن ينيرنا برؤيته الرشيدة. وأشكركم مرة أخرى على هذه المبادرة الطيبة وهذه الفرصة الجيدة، شكرا جزيلا. قبل أن أبدأ أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على كل ما قام به من أجل بلادنا، فنحن سعيدون جدا بهذه المبادرة الطيبة، لأننا أولا هذه الفرصة قادمة من شريك فعال مثل المغرب، ولا هذا البلد لم ينتظر أن يدعوه الساحل من أجل أن يتعاون معنا، بل الساحل كان دائما ضمن السياسات المغربية الناجعة واهتمامات المملكة المغربية. بالنسبة لنا فإن المغرب هو شريك فعال يحترم وحدتنا، وهو شريك أساسي أيضا يحترم سيادتنا ويحترم استقلال بلدنا. إذن نحن الآن نشجع هذا المشروع الملكي وهذه المبادرة الملكية التي تشجع تطور وتنمية بلادنا. وفي الحقيقة الدول المستهدفة في هذا المشروع ليست فقط الدول التي يصعب عليها الوصول إلى المياه وإلى المؤهلات البحرية، بل هي دول أيضا لديها مؤهلات أخرى، والآن لدينا إمكانية أن نقوم باستعراض منتجاتنا على المستوى الدولي والإفريقي، وأيضا أن نضع رهن إشارتهم بعض المنتجات القادمة من الأسواق الدولية. إذن فهذه لحظة مهمة جدا. ثانيا هذا المشروع
سيمكننا ليس فقط من تنمية وتطوير بنيتنا التحتية الداخلية كما قال أخي السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية، ولكن هذا أيضا سيسمح لنا بأن نزدهر وأن نواجه بعض المشاكل الداخلية في بلادنا. من جهة أخرى سيسمح لنا أيضا بالتنفيس عن هذا الاكتضاد الذي تعرفه دولنا. ليس فقط وأن المنتج النيجيري لديه مجموعة من المشاكل وسيساعدنا هذا على فك العزلة في مجموعة من المدن، وكذلك أن نقوم بالازدهار عن طريق مجموعة من الشراكات على المستوى الدولي والإقليمي. هذه المبادرة التي تخص النيجر اليوم هي فرصة مهمة جدا وهائلة، وفي الحقيقة نحتاجها كثيرا، خصوصا والمشاكل التي تعاني منها النيجر مؤخرا، ووجدنا أنفسنا بلدا منعزلا أمام مجموعة من الحدود المغلقة أمامنا، خصوصا وأننا اليوم نعرف ضعفا كبيرا ولم نقم بتنويع مؤهلاتنا ومواردنا الطبيعية فيما يخص التصدير وكذلك فيما يخص الاستيراد، والآن سنقوم بتغيير هذا الأمر وسنقوم بتعزيز هذه المبادرة حتى نستطيع أن نستفيد من هذه المبادرة الطيبة بأكبر شكل ممكن. مرة أخرى نود أن نجدد شكرنا الجزيل إلى المملكة المغربية الشقيقة، وفي الحقيقة هذه مبادرة مهمة جدا وتعبر عن روح الأخوة والتضامن والمساعدة الموجودة بين الدولتين، ويمكن أن تساعدنا على ترسيخ تنمية مستدامة مستقبلا. لذلك أود أن أنضم إلى رأي زملائي وأشكر مرة أخرى مبادرة جلالة الملك محمد السادس، ونقول أن مستقبلا سوف نوحد جهودنا من أجل خلق ازدهار كبير في إفريقيا ونقوم بترجمة هذه المبادرة إلى واقع.